هذه اللحظة في الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الخامس في المجموعة الشوط الثالث لفئة البكار مسافة 1500 متر انطلاقة مميزة وأداء رائع في هذا الصباح المميز في أول المراكز. هذه شقر السيد محمد بن حمد المري مع شقر في أول المراكز، وثاني المراكز الشاهينية علي بن محمد العطية مع الشاهينية وصل مباشرة إلى ثاني المراكز، وثالث المراكز الواعية جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي واصل مع الواعي في ثالث المراكز، رابع المراكز الغضون من العمق أرى في هذه اللحظات هذه مشكورة راشد بن علي الفهيدي واصل حفلنا الكريم واصل مع مشكورة في هذه اللحظات في ثالث المراكز من الجانب الأيمن، وصلت كذلك في هذه اللحظات وصلت هذه شواهين لسيد عبد الله المري واصل في خامس المراكز، ولكن الشاهينية علي بن محمد العطية مع الشاهينية في أول المراكز كما تشاهدون مع هذه الانطلاقة، هذه الشاهينية لسيد علي بن محمد العطية في أول المراكز، والثاني المراكز هذه الواعية الحفل الكريم لسيد جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي، وصلت الواعية في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز، وثالث المراكز هذه شقر سيد محمد بن حمد المري وصلت كذلك مشكورة راشد بن علي الفهيدي، ولكن رحنا علي في أول المراكز رحنا علي مسيطرة في هذه اللحظات الحفل الكريم علي بن محمد العطية في أول المراكز مشكورة مشكور للسيد لسيد راشد بن علي الفهيدي، ولكن اللي في اول المراكز ما شاء الله تبارك الله راح العطيه بالمركز الاول، راح بالناموس والاداء المميز هذه الشاهينية للسيد علي بن محمد العطيه ما شاء الله تبارك الله رئيسيه يا العطيه رئيسيه، اتمنى التوفيق للجميع واتمنى للشاهينية التوفيق واداء مميز الحفل الكريم مع الشاهينية ثانينا والناموس ثاني المراكز، وصلت مشكور للسيد راشد بن علي الفهيدي في اول المراكز في ثاني مراكزنا، وثالث المراكز الواعيه للسيد جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي، التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 9 ثواني 3 أجزاء من الثواني، مشكور يا علي بن عبد الله ما شاء الله تبارك الله، هذه الحمله الكريمه الشهيده علي محمد العطيه في اول المراكز.